اهلا وسهلا يا احبائي، وهون حلقه جديده من ماكول الهنا. واجوا الاعياد وهي شجره عيد الميلاد، والله يعيد عليكم بالف صحه وعافيه يا رب. يلا خلونا نروح على المطبخ لحتى نعمل مطبقه الباذنجان. وهي اجينا على المطبخ، واليوم طبختنا مطبقه الباذنجان، اكله كتير شعبيه وكلياتكم تعرفوها، كل واحد بيطبخها على طريقته وانتم بتعرفوها مسقعه. يلا بقلكم المقادير، بين انه في كتير مقادير ورح نرجع لحتى نعمل مطبق. اول شيء بعد ما نقلي الباذنجان بدنا نصفه بالمقلاية. اول شيء رح احط الزيت، وسقيت البصل، هلا بسقيت الثوم، نبلش نحط الخضرة. هلا بحط البندورة، والحمص، هلا الخضرة عم تتقلى وراح احط لها البهارات. راح احط الدبس رمان، راح احط له ربع كباية مي، راح احط الملح. هلا راح وطيها وغطيها وخليها نص ساعة زمان وبنرجع لكم. هلا الخضرة هيك بتكون جاهزة، واخر شي بس بدي لكم رح احط البقدونس، ما رح احطه كله، رح خلي شوي حتى زين على الوش. هلا هيك جاهزة، وخلونا نطبق الباذنجان. هلا انا رح احط الخضرة فوق الباذنجان، وهي هي مطبقة الباذنجان. نحنا رح نحطها بالفرن على 350 شي ربع ساعة، ومنطلعها ومنزينها بالبقدونس. ويلي بيحبوا الباذنجان أطيب أكلة وسهلة كتير وشعبية، والكل بيعرفوها. وكل سنة وانتم سالمين ومأكول الهنا.